أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإقبال الواسع من الشباب البحريني على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، منوها بطروحاتهم خلال فترة الدعاية الانتخابية وما تضمنته من برامج جادة وقضايا مهمة تتعلق بالمجتمع ومستقبل الوطن. وقال سموه إن ترشح نسبة كبيرة من المترشحين من فئة الشباب يعكس الحيوية التي يتمتع بها شباب البحرين وحسهم الوطني ورغبتهم في العمل من خلال السلطة التشريعية لبناء المستقبل، والشباب حريصون دائما على التفاعل مع القضايا الوطنية، وحان الوقت لأن نرى الكفاءات الشابة تحت قبة البرلمان تساهم في التشريع والرقابة وتخدم الوطن باعتبارهم ممثلين عن الشعب. وأضاف سموه تفخر البحرين في الانتخابات النيابية والبلدية خلال العام 2018 بأنها تشهد دخول أكثر من 50,000 شاب وشابة في الكتلة الانتخابية سيقومون بالتصويت لأول مرة في الانتخابات، وهذا العدد يعكس إمكانيات وقدرات شباب البحرين في العمل الوطني انطلاقا من دورهم ومسؤوليتهم الوطنية. وأكد سموه أن شباب البحرين سيكونون في مقدمة المواطنين يوم التصويت لأنهم يؤمنون بضرورة دورهم وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، ولا مجال لديهم للتردد في تلبية الواجب.